الأوضاع في ليبيا مسيئة ومشينة جدا، سيئة للغاية. يعني هي مؤامرة على الوطن العربي، ولكن احنا في ليبيا للأسف المؤامرة دمرت الوطن. احنا 48 دولة، الحلف الصليبي دمر القوات الشعب المسلح الجيش الليبي والمؤسسات العسكرية والمدنيين. يعني احنا 2011 للأسف يعني ضاع الوطن وشرد الشعب وتهجر. يعني كنا يعني كنا في خير وكنا في نعمة وكنا في شموخ وكنا في هيبة وكنا للأسف وطني يعني عزيز غالي غالي غالي. يعني أنا بقول للشعب المصري يعني لازم ياخد باله من وطنه، ما فيش أغلى من الوطن، ما فيش أغلى من الوطن. الوطن هو الحضن الدافي للمواطن. طب وحضرتك شايفة المصريين مش أخدين بالهم من بلدهم؟ لا واخدين، لا واخدين جدا. ده شعب أبي وشعب صاحي وشعب ذكي. بس أنا بحب يعني بحب دي رسالة بوجهها يعني لا أكثر ولا أقل. لا شعب المصري ده شعب صاحي وما شاء الله بيخاف على مصر أكثر من أي حاجة تانية. لا ربنا يحفظه ويحفظ مصر يعني صدقني. كل الشكر والتقدير ده الحقيقة. يعني أنا شايفاها ليا كم سنة شايفة قدامي كده يعني، وربنا يحفظ مصر يعني ربنا يحفظها 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 بجد بجد. حضرتك بتقدري تقومي بزيارات لليبيا؟ لا أنا ليا 5 سنين 2013 ما طلعتش من برا مصر. لا نفسك تشوفي ليبيا تاني؟ أكيد ده الشوق والحنين الوطني. بعون الله قريب يرجع ونرجع للوطن نشوفه. بس برضو مصر مش حاسبها يعني. نوران مصر حبيبتي بقى مش حاسبها يعني صدقني بجد. ألف شكر لحضرتك، كل الشكر والتقدير لشخص سيادتك و الله يخليك. منورانا في مصر ومنورة أي حتة تروحيها. الله يخليك حبيبي، تسلم أخويا. وإن أنا مشكورة للقناة ومشكورة ليك ومشكورة لمصر أم الدنيا، وبقول تحيا مصر تحيا مصر، سيعود الفاتح بعون الله. ألف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا.